مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز يفتتح اليوم معرض الوسائل التعليمية التي انتجها الطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي 2017-2018 ميلادية. هذا المعرض هو من باب تشجيع الإبداعات لأبنائنا الطلاب ودفعهم نحو المزيد من هذا الإبداع ومن هذا التفكير ومن هذا الإنتاج، والشكر في ذلك مقدم للإخوة في جامعة الحكمة التي رعت وتبنت مثل هذه الأنشطة. عمل الطلاب بجد وجهد كبيرين رغم ما تمر به مدينتهم، وأنتجوا الكثير من وسائل التعليم كتطبيق عملي لما درسوه بالمنهج المدرسي. استخدمت الماء والحجار واستخدمت الكربون، يطلع الاشتعال، الهيدروجين هو قابل للاشتعال والاكسجين مساعد. هذا يخرج من البطاريتين 3 فولت الى الطاقة الحركية، من الطاقة الحركية تولد الى الطاقة الكهربائية، الطاقة الكهربائية تخرج هنا 6 فولت، شحن بطارية 6 فولت، أقوى من الطاقة اللي تخرجه. عملت فقاعات حق البترول الغازات حقه، شلت حقه الاكسجين الطبيعي وحولته للغاز للشولة. اقتصادي يعني لو عملت دبة شملان تجلس معك لمدة أسبوع أحسن من الغاز، توفر لك أكثر وأكثر وأكثر على حسب حركة الهواء حق الفقاعات حق البترول. تجربة تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية. عملية الطلاء الكهربائي وهي الطلاء مادة ملعقة أو أي شيء بالمادة التي تريد أن تطلي بها ذهب أو فضة أو نحاس. إحنا استخدمنا الشيء السهل اللي هو المتواجد وهو عبارة عن النحاس. أنسة كهربائية شفت الأنسة. سيارة يعني تشتغل على محرك وبتمشي، فعلت له هذه البطارية وهذا المفتاح ويعني بتمشي. لا إمكان تعطى لهؤلاء الطلاب إلا جهودا ذاتية ومحدودة، فمدارسهم بلا إمكانات ومدرسيهم وأولياء أمورهم بلا رواتب، ورغم ذلك عملوا المستحيل وأنتجوا الوسائل وصمموا العديد من الأجهزة والمعدات المستخدمة بحياتهم اليومية، وإن كانت بشكل مصغر كأعمار هؤلاء الطلاب ولكن طموحاتهم كبيرة وسيصلون إلى مبتغاهم، فالمستقبل يبشر بالخير.